تواصل دولة الكويت جهودها الإنسانية لإغاثة الأشقاء في غزة في ظل العدوان الصهيوني المستمر على القطاع. طبعا تقلع اليوم الطائرة رقم 19 من الجسر الجوي الكويتي، وعلى متنها مواد غذائية وأجهزة ومستلزمات طبية باتجاه مطار العريش في مصر، تمهيدا لإدخالها إلى أهالي قطاع غزة إن شاء الله عبر معبر رفح. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من قاعدة عبد الله المبارك الجوية زميلنا نواف الشراكي. نواف صبحك الله بالخير، وكيف تسير عمليات الإغاثة عبر الجسر الجوي الكويتي المخصص لأشقائنا في قطاع غزة؟ صباح الخير نجيب، وصباح الخير نورة، وصباح الخير كل من شاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت نجيب، احنا متواجدين معاكم يوميا حقيقة بهذه التغطية المباشرة من قاعدة عبد الله المبارك الجوية في مطار الكويت الدولي، وذلك لتغطية رحلات طائرات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي والإنساني دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ويوميا حقيقة هناك طائرات على متنها أطنان من المساعدات، سواء كانت مساعدات طبية إغاثية أو حتى غذائية وسيارات إسعاف وغيرها حقيقة ما يحتاجه أشقاؤنا الفلسطينيين في قطاع غزة. حول رحلة اليوم كما تفضلت، الرحلة رقم 19 من الجسر الجوي الكويتي، التي الطائرة ومن خلفنا طائرة نوع C-130 العسكرية التابعة للقوة الجوية الكويتية في وزارة الدفاع، التي سوف تقلع بإذن الله تعالى بعد قليل، وعلى متنها أطنان. تفاصيل حول هذه الرحلة معنا الآن الأستاذ يوسف المعراج، مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي. أستاذ يوسف صباح الخير، شكرا لك على تواجدك معنا. الجهود مستمرة، العمل الإنساني لدولة الكويت دعم للأشقاء والأصدقاء، ولا سيما نتكلم عن الجسر الجوي الكويتي الإغاثي دعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. رحلة اليوم تفاصيلها وماذا على متنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باستمرار الجسر الجوي الذي أمر به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بإرسال هذه المساعدات الضرورية إلى أشقائنا في غزة. وبالفعل هذه الطائرة تحمل 10 طن من المستلزمات الطبية، ستغادر إلى جمهورية مصر العربية في الحريش، والهلال الأحمر المصري متواجد لنقلها من خلال معبر رفح وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. طبعا هذه بعد الاتصالات ما بينه وبين الهلال الأحمر الفلسطيني للاحتياجات الضرورية لهذه المستلزمات لاحتياج المستشفيات في غزة لنقص المواد الموجودة. وإحنا الحمد لله دولة الكويت لم تتوقف، جمعية الهلال الأحمر والجمعيات الأخرى لم تتوقف بإرسال هذه المساعدات. المساعدات كثيرة لله الحمد، وحسب الاتفاق ما بيننا وبين الهلال الأحمر الفلسطيني يتم إرسالها إلى أخواننا في العريش. أستاذ يوسف، ما بين التغطية اليومية المباشرة لطائرات الجسر الجوي الكويتي، هناك طائرات تحمل على متنها أطنان من المواد الطبية والمستلزمات، هناك طائرات مواد غذائية ومستلزمات طبية، أدوية، سيارات إسعاف، معدات ثقيلة، مولدات كهرباء. بشكل عام كيف يتم التنسيق ما بين احتياجات الأشقاء في قطاع غزة مع ما يتم إرساله من هذه المواد؟ هل هناك عملية ترتيب ووضع أولويات لإرسال هذه المواد؟ شيء طبيعي، احنا التنسيق مباشرة مع اخواننا من الهلال الأحمر الفلسطيني، يعني يتم التنسيق والطلب اللي يحتاجونه، وما يتم إرسال أي شيء من الكويت إلا حسب الأشياء اللي هم طالبينها. مثل ما تفضلت وذكرت الأشياء هذه كلها موجودة لله الحمد، ويتم إرسالها عبر معبر رفح إلى أشقائنا في غزة. لله الحمد هذه المواد فعلا هي اللي محتاجينها، ويتم توزيعها قاعد على المستشفيات، لأن النقص طبعا المواد الطبية والمستلزمات الطبية، وأيضا مثل ما أنت عارف المولدات
وايضا هناك يعني احتياجات اخرى مثل المواد الغذائيه، وهذه احنا بدانا نرسل المواد الغذائيه ايضا لاحتياجهم للغذاء والمياه يعني، ولله الحمد يعني مستمرين بهذا العمل اللي نرسله هناك. أستاذ يوسف، بالنسبة للمواد التي أرسلت المساعدات على مر أسابيع، ما هي الوضع الآن؟ هل دخلت إلى قطاع غزة؟ هل هي موجودة في مطار أو في منطقة العريش؟ طبعا نحن نبشر أهل الكويت المتبرعين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة أن أكثر من 90% من المواد اللي تم إرسالها إلى مطار العريش تم دخولها بمجهود الإخوان الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، وتم دخولها داخل غزة وتم توزيعها على المستشفيات حسب احتياجاتهم ولله الحمد. وهذا شيء يبشر بالخير أن يعني مساعدات الكويت كلها لله الحمد تم دخولها إلى غزة. بالنسبة للترتيبات المستقبلية، الرحلات المستقبلية، هل هناك تنسيق وتعاون ومتابعة ما بينكم وما بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الجسر؟ نعم طبعا، هناك مثل ما قلت لك بدينا الحين نرسل المواد الغذائية واحتياجات الضرورية، لأن الحين النزوح أعداد كبيرة غير المستشفى، غير قاعدين يعني نرسل احنا هم مواد طبيه ومستلزمات طبيه، ايضا مواد غذائيه، وان شاء الله في القريب العاجل راح تكون هناك البطانيات والشراشف والاحتياجات الضروريه للاعاشه ان شاء الله. استاذ يوسف المعراج، كل الشكر لك على تواجدك معنا، وشكرا لكم على جهودكم التي تبذل في هذا العمل الانساني، وان شاء الله احنا ايضا معكم كقطاع الاخبار والبرامج السياسيه يعني مستمرين معكم في هذه التغطية. هل من كلمة أخيرة؟ أحب طبعا أنا أشكر وزارة الدفاع المؤثرة بقاعدة عبد الله بارك الجوية، وزارة الخارجية، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون لتسهيل مهمة الهلال الأحمر الكويتي لإرسال هذه المساعدات. أشكر الإخوان اللي عاملين في قاعدة عبد الله بارك الجوية بالشحن الجوي لإعدادهم وتجهيزهم، هذه الشحنة قبل توصل الطيارة هناك عمل ومجهود طيب وجبار من الإخوان، وكل في مكان عمل. شكرا لك استاذ يوسف المعراج، واحنا مستمرين معكم، شكرا لك. يمكن نجيب، سمعنا الى استاذ يوسف المعراج مدير اداره الكوارث والطوارئ في جمعيه الهلال الاحمر الكويتي حول دورهم في عمليه ارسال المساعدات الى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه عبر مطار العريش المصريه، وبعد قليل باذن الله تعالى طائره على متن 10 اطنان من المواد والمستلزمات الطبيه سوف تقلع من قاعده عبد الله مبارك الجويه ومتجهه الى مطار العريش المصرية. نعم إن شاء الله. نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، بارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم، وشكر موصول لضيفك الكريم.